انت شو قلت؟ انا هلأ مرضانة ومو قدراني قوم؟ شكلك انت المريض يا ختيار. هلأ انا جاهزة اسمع منكم شو طلبكم، تفضلوا احكوا لشوف. الموضوع بيتعلق بالسيد ديكريجي يا مختارتنا. الرجال دفع مصاري كتير لهالبنت بس مشان تكون عشية ابنه وتخدمه بالبيت، بس طلعت هي المرة كذابه وخدعته، وبمجرد ما اخذت المصاري حملت حالها هالمرة وهربت منه من دون ما تسد الدين اللي عليها. انا بعرف كتير بنات الطبقة الفقيرة كيف بيتصرفوا، هنن ما بيعرفوا قيمة المصاري وكمان ناكرين للمعروف وجاحدين إله. يعيب الشوم، بتبلشوا تغروا رجال الأغنياء بجمالكم، ولما يحبوكم بتتدللوا، وقتها بتبينوا على حقيقتكم الوسخة. انتو كل همكم الوحيد تجمعوا مصاري كتير. وما بيهمكم مشاعر الناس التانيين أبدا، بس شاطرين تدخلوا على البيوت وتقلعوا كل نسوانهم. البيك لما دفع المصاري إلك فهو اشتراكي، معناها صرتي إله ومن حقه كمان. انتي من الأول بتعرفي هيك، فالمفروض ما تخزلي وتهربي منه. انتبهي على كلامك، انتي هلأ هيك عم تحكي يا ست لالي لأنك صرتي منهم. شو كأنه حضرتك نسيتي ماضيكي؟ كمان انتي كنتي بنت رجال فقير، وأبوكي كمان باعك مثلي مشان المصاري. ولا تنسي هالشي، المفروض كنتي تحسي بوضعي وهلأ جاية تلوميني؟ بس انتي الله بعد لك زوج كتير منيح وهو السيد شيخار، بس بتعرفي قليل الأصل بيضل. خرسي والله طلعت قده، لنشوف لالي هلأ كيف رح تحلها. انتي وحدة تافهة وواطية ومو مرباية، انتي فقيرة وأبوكي فقير، عائلتك كلها فقيرة وما بتساوي شيء قدام مستوى هالقصر الكبير هاد. فهمتي شو قلت؟ انتي وحدة وضيعة، انا ما ولدت بالشارع مثلك، فهمتي شو؟ فابدا ما بحق لك تقارنيني بحالك، ولازم تطيعي البيك لانه دفع حقك مصاري. وهذا الحكم المفروض ولازم تطبقيه بكل حسافيره. فضل اني موت وما ارجع لهذا الندل الحقير، وقت نفسي الحكم مثل ما بدك. انت شو فكرة حالك اصلا؟ مو مضطرة اسمع قرارك. انت كيف بتتجرأي؟ وليه؟ بعدي عني. كيف بتتجرأي؟ مين انت؟ رح تضعفي قراري وعم تردي بوشي كمان؟ هدي شوي. خلاص لالي، خلاص هدي شوي. شفتوا بعيونكم يا جماعة؟ هي مجنونة شوي ووضعها مو مستقر، مشان هيك يعني ما بدي تتضايقوا منها. عم تتهمني بالجنان؟ انت المجنون يا ختيار النحس، شكلك كبرت وبلشت تخرب. انا اسف كتير، رح سامحها لاني بعرفها مجنونة. لا تخافوا يا جماعة، أنا رح أتصرف وحل المشكلة، مشان هيك هي لازم ترتاح وتهدي أعصابها، أنا رح أخذها من هون. يلا سيدني. لالي كتير منيحة، هي مانا مجنونة و... بس أنت دكتورة وبس، لا تتدخلي. يلا امشي امشي. تعرف سيد شيخار انه عرفنا كتير شغلات مهمة عن هالمنطقة؟ ايه مزبوط جانجي. اول ما تسمح لك الفرصة قتلهم بسرعة.
لا تخافي يا أنسة، أنا مراقبهم كتير منيح. بعد عني. ما حدا بالعالم بيسترجي أو بيقدر يرفع إيده أو صوته على لوها سينك. ما حدا فيكم رح يساعد، سمعتوه؟ شفتوا هالشي؟ ليك قدامكن ما بتقدر تعتني وتقرر عن حالة، فكيف فيها تعطيكن قرار لمشاكلكن؟ قالوا لي نقلوا عبيوتكن. يلا الكل يرجع على بيته، امشوا يلا، خلصت التمثيلية. يلا ريكا الحقيني. حاسس انه لالي هلا هي بخطر، انا لازم اوصل لهنيك بسرعه. شي خارق قدامك واحد غبي. هاي هاي شي خار شبكي اختي. لا تخافي، انت منيحه.